من أجل التعرف على العوامل التي تؤثر في الناقلية، نقوم بهذه التجربة. نحضر الأدوات التالية: إناء به ماء مقطر، صفيحتين معدنيتين ناقلتين للتيار الكهربائي، جهاز فولتمتر، جهاز أمبرمتر، مولد جي بي اف للتوترات المنخفضة. أولا نضيف المحلول الشاردي NaZ سائل ناقص بالماء المقطر تدريجيا. لاحظ أنه كلما أضفنا المحلول الشاردي كلما زادت شدة التيار كما يشير أمبرمتر. هذا يعني أنه كلما زاد تركيز المحلول زادت ناقليته للتيار الكهربائي. والآن نجرب تأثير المسافة بين الصفيحتين على ناقلية المحلول. نلاحظ أنه كلما قربنا الصفيحتين كلما زاد توتر الشدة. هذا يعني أن المسافة بين اللبوسين عامل من عوامل زيادة أو نقصان الناقلية. كذلك نلاحظ أن الجزء المغمور من اللبوس داخل المحلول يؤثر على قيمة الناقلية، فكلما زاد الجزء المغمور كلما زادت الناقلية.